أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت وأيضا السلع العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال، والبداية بأبرز العناوين. اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية ختام تعاملات الثلاثاء. بدء الاكتتاب في أسهم أدنوك للإمداد ببورصة أبو ظبي، والسير مارين تستثمر 257 مليون درهما بالطرح. وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بمليوني برميل يوميا العام الجاري. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.41 مليار جنيه. هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة بلغت 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة. فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 نسبة بلغت 0.52% عند مستوى 3022 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.58% عند مستوى 4580 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، خفض سهم شركة ابن سينا فارما بنسبة بلغت 10.94 عند 2.13 جنيه، يلي سهم شركة لسيكو مصر بنسبة بلغت 8.50 عند 6.64 جنيه. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة بي انفستمنتس القابدة بنسبة بلغت 7.85 عند 29 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة بلغت 6.51 عند 23.40 جنيها. ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.4% عند مستوى 9475 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون درهم. من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة بينما انخفضت أسهم 40 شركة وبقيت 9 شركات على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة بلغت 12.64 ليغلق عند درهم فاصل 96، بينما ارتفع سهم شركة الدار العقارية بنسبة بلغت 3.36 ليغلق عند 5.23 دراهم. أغلق سهم شركة فيرت جلوب مرتفعا بنسبة بلغت 2.19 ليغلق عند 3.26 دراهم. بينما انخفض سهم شركة راس الخيمة الأبيض للأسمنت الإنشائية والمواد الإنشائية بنسبة بلغت 5.98 ليغلق عند 1.10 دراهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا بنسبة 0.46% عند مستوى 3509 نقاط، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 431 مليون درهما. من أصل 37 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة بينما انخفضت أسهم 23 شركة وبقيت 3 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة الخليج للملاحة القابدة بنسبة بلغت 8.80 ليغلق عند 1.36 دراهم. ارتفع سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة بلغت 5.93 عند 0.62 درهم. وأيضا ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة بلغت 4% عند 1.81 درهم.
بينما أغلق سهم بنك دبي التجاري منخفضا بنسبة 6.88% عند 4.33 دراهم. وعلى مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على انخفاض بنسبة بلغت 0.22% عند مستوى 11206 نقاط. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات ريال و900 مليون. وجاء سهم شركة أسترا الصناعية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 9.90%، يغلق عند 74.40 ريالا. تلا سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بنسبة بلغت 9.90% عند 50.50 ريالا. كما ارتفع سهم شركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بنسبة بلغت 9.85% عند 29 ريالا. بينما تصدر سهم شركة الوطنية للرعاية الطبية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة بلغت 3.11% عند 99.80 ريالا. أما في السوق الكويتي، فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة بلغت 0.54% عند مستوى 7500 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليون دينار. وجاء سهم شركة ميزان القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 4% عند 0.43 دينار. تلا سهم الكويتية للاستثمار بنسبة بلغت 3.57% ليغلق عند 0.11 دينار. أيضا تلا سهم شركة بوبيان البتروكيماويات بنسبة بلغت 1.94% ليغلق عند 0.78 دينار. بينما تصدر سهم شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 2.83% ليغلق عند 0.10 دنانير. على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عودة معدل التضخم في مصر للارتفاع بنسبة 1% شهريا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل، بالإضافة إلى بعض التغييرات في نظام البطاقات التموينية. كما رجحت منير أن يبلغ متوسط التضخم 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي. ترى اتش سي أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقاط أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام. كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق الذي عقد في 30 من مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإكراد بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25 19.25 على التوالي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6% على أساس سنوي في إبريل من 32.7% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أخيراً. وفي سياق آخر، بدأت فترة الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات التابعة لشركة أدنوك اليوم الثلاثاء من خلال طرح 15% من رأس مالها، مما يعادل 1.1 مليار سهم من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويستهدف الاكتتاب 3 شرائح، إحداها للأفراد، وخصص لها 9% من أسهم الطرح مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، 3% لموظفي شركات مجموعة أدنق المتقاعدين من الجنسية الإماراتية المقيمين في الإمارات. تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح اليوم بين 1.99 درهم للسهم الواحد. من المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوم الأول من يونيو المقبل. في السياق ذاته، ذكرت وكالة الشرق بلومبيرغ إن شركة الطاقة الرئيسية في أبوظبي تسعى لجمع ما يصل إلى 2,230,000,000 درهم من عملية الطرح العام الأولي لوحدتها اللوجستية البحرية، التي من المتوقع أن تكون ثاني أكبر إدراج في الشرق الأوسط هذا العام. إلى ذلك، أعلنت شركة السير مارين المعدات والتوريدات البحرية، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن تقدمها بطلب اكتتاب كمستثمر رئيسي بقيمة 257,000,000 درهم في شركة أدنق للإمداد والخدمات، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية في مجال الطاقة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع محافظاتها الاستثمارية، حيث تواصل الشركة دورها كمساهم رئيسي واستراتيجي في نمو اقتصاد دولة الإمارات وجهود تنويع الاقتصاد. كما تلتزم شركة السير مارين بدفع النمو المستمر لمساهميها من خلال الاستثمارات في الشركات الرائدة، والتي تمكن الشركة من تقديم قيمة عالية لمساهميها. تعد شركة السير مارين سادس شركة تابعة للشركة العالمية القابضة تدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2001. على جانب آخر، تعتزم شركة الدار العقارية المدرجة في بورصة أبوظبي إصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار وفقا لظروف السوق. وأظهرت وثيقة خلال اليوم الثلاثاء إن وحدة تابعة للدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، كلفت بعض البنوك بالتنسيق لاتصال مع مستثمرين عالميين اليوم الثلاثاء، على أن يلي ذلك سلسلة اجتماعات فردية مع مجموعة صغيرة من المستثمرين في أدوات الدخل الثابت. أضافت الوثيقة أنه سيتبع ذلك أول إصدار قياسي من الصكوك الخضراء غير المضمونة المقاومة بالدولار لأجل 10 سنوات وفقاً لظروف السوق. على صعيد أخبار الشركات أيضاً، أعلنت شركة سكون عن حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية لتصل ملكيتها في الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين تكافل أسكن التأمين إلى نسبة 93%. وأشارت الشركة في بيان إلى أنها قدمت طلب إلى السوق وفقاً لمتطلباته في هذا الشأن. أوضحت الشركة أن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيتها لتنويع مصادر أعمالها مع تعزيز وجودها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجية، مبينة أن هذا الإجراء سيسمح لسكون بدخول سوق التكافل. وفي سياق آخر، تعتزم المملكة العربية السعودية طرح حصة إضافية من أسهم شركة أرامكو بمليارات الدولارات بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، التي أشارت إلى أن من شأن أي صفقة بيع أسهم أن تكون واحدة من أكبر الطروحات في العالم في السنوات الأخيرة. بحسب الوكالة، تعمل المملكة مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى طرح إضافي في بورصة الرياض وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات، وإن القرار قد يتخذ خلال الأسابيع المقبلة حول المضي قدماً بالصفقة. ويشار إلى أنه في يناير 2021 قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الحكومة ستتطلع إلى بيع المزيد من أسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في المستقبل، مضيفاً إنه سيتم تحويل عائدات البيع إلى الصندوق السيادي للمملكة. تعتبر أرامكو أكبر شركة للطاقة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 2,200,000,000,000 دولار. ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ باسم أبو غنيمة، مدير التحليل الفني بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك أستاذ إنجي، وأهلا بسلام المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ باسم. يعني بداية، البورصة المصرية شهدت اليوم تراجعات جماعية بحجم تداول كبير نسبيا. نبدأ مع حضرتك من المؤشر الثلاثيني، ما تحليلك للأداء؟
خلينا نتكلم ان المؤشر التلاتيني كان بقاله فترة بداية من شهر مايو بيوصل لمستوى الدعم اللي ما بين ال 17100 و 17200، وبيلاقي قوى شرائية بترتد تاني بالمؤشر لمستويات اعلى من كده، لان خلال جلسة النهاردة حصل ضغوط بهائية مكثفة ادت الى انخفاض المؤشر دون مستوى الدعم اللي عند منطقة 17100، وصلنا تقريبا ل 16900، وبعد كده ظهرت القوى الشرائية مرة تانية والمؤشر قفل قرب منطقة 17000. محتاجين خلال ان احنا نشوف جلسة بكرة عشان نأكد ان في كسر لمستوى الدعم من عدمه، هل ان الكسر ده كسر حقيقي ولا هو مجرد نزول تحت مستوى الدعم ثم الارتداد منه مرة تانية. بمعنى ادق، لو لقينا المؤشر التلاتيني بيشتغل شغال بكرة طول الجلسة وعمل اغلاق فوق مستوى 17100، هنعتبر ان الكسر اللي حصل خلال جلسة التداول النهاردة هو كسر كاذب، والمؤشر ما زال محتفظ بمنطقة الدعم بتاعته. لو حصل تأكيد للكسر خلال جلسة غدا، فهنبقى عندنا مستويات الدعم اللي بعد كده هي مستويات ال 16700 ثم 16600 اللي عندها من المفترض ظهور القوى الشرائية مرة ثانية. خلينا برضو ننبه أو ننوه للسادة المشاهدين إن خلال الفترة اللي فاتت كان في أسهم شهدت ارتفاعات قوية جدا، خاصة مثلا أسهم البتروكيميكلز خلال الفترات اللي فاتت كانت بتشهد ارتفاعات قوية جدا جدا وعملت عوائد ربحية كبيرة جدا، فطبيعي إن يبتدي يحصل فيها هبوط أو عمليات جني أرباح قوية مكثفة من مدير الاستثمار وتغيير للنسب بتاعتها جوه المحافظ عشان يقللوا النسب دي ويبتدوا يستثمروا في قطاعات تانية. نعم، ده بالنسبة للمؤشر الثلاثيني أستاذ باسم. طب بالنسبة للمؤشر السبعيني؟ المؤشر السبعيني وصل لمستوى المقاومة التاريخي بتاعه اللي هو عند 3100، وبقالنا فترة طبعا احنا بقالنا فترة زمنية كبيرة جدا بنحاول نخترق المستوى دوت، والقوى الشرائية عاجزة تماما عن اختراق المستوى دوت، وحصل منه تراجعات قبل كده كذا مرة خلال السنة دي تحديدا، إلا إن أي تراجع من في مؤشر السبعيني بنلاقي إن المؤشر بيوصل لمستويات اقرب من اللي قبليها. يعني لو حصل تراجع وصلنا قبل كده لمستوى ال 2400، بعد كده حصل تراجع تاني وصلنا لمستوى ال 2700، بعد كده 2800 2900، دلوقتي احنا التراجع وصلنا لغايه ال 3000 نقطه ثم دخلت القوى الشرائيه مره تانيه عند المستوى ده، فاحنا المصدر دوت في الاغلب خلال الفتره القادمه هيتم اختراق مستوى المقاومه التاريخي دوت، وهيبتدي الاسهم الصغيره المتوسطه تشهد ارتفاعات قويه جدا، خاصه ان زي ما قلت لحضرتك ان بيبتدي الفلو او بتبتدي الفلوس تبتدي تتحول من الاسهم اللي كانت عامله ارتفاعات قويه جدا لاسهم ثانيه في القاع، ومعظم الاسهم اللي في القاع مدرجه جوه المؤشر السبعيني، فاحنا بنتوقع ان خلال الفتره الجايه نلاقي ارتفاعات قويه جدا في اسهم السبعيني، خاصه في قطاع الادويه او قطاع الخدمات الطبيه والحاجات ديت غالبا هتشهد ارتفاع قوي خلال الفتره اللي جايه. نعم، ولتحليل ابرز ما جاء في بورصه ابو ظبي والتي ارتفعت بشكل طفيف، ما تقييمك ايضا لجلسه اليوم وابرز ما جاء فيها من احداث؟ جلسه النهارده في بورصه ابو ظبي احنا قربنا من مستوى ال 9400، ده مستوى دعم مهم جدا. تقريبا احنا من شهر مارس لما وصلنا له حصل ارتداد قوي لمناطق ال 9800 ثم الانخفاض تاني لاختبار مستوى الدعم، في الاغلب هيظهر القوة الشرائية قرب مستوى الدعم اللي عند 9400 ويبتدي يرتد تاني، مع تزامنا مع توقعات بارتفاع اسعار البترول خلال الفترة اللي جاية، فشايفين ان دوت ممكن يبقى اثره ايجابي على اسواق الخليجية بشكل عام، فمن المفترض من ظهور القوة الشرائية عند منطقة 9400 والارتداد تاني بالمؤشر ناحية ال 9600 9700 لاختبار القوى الشرائية اللي هتبتدي تخش في خلال الفترات القادمة. أستاذ باسم، تابعنا اليوم بدء الاكتتاب في أكثر من مليار سهم من أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات في بورصة أبو ظبي، ما تقييمك لهذا الطرح ورؤيتك له الفترة المقبلة أيضا؟ طبعا شركة أدنوك من الشركات الكبيرة جدا، وده ثاني طرح تعمله الشركة لشركة تابعة ليها، المرة دي بنعمل لشركة الإمداد والخدمات، ده طرح يعني اظن ان هو هيبقى طرح من الطروحات الكبيره جدا وهيتم تغطيتها بشكل كبير، خاصه ان الشركه يعني شركه لوجستيه في الاساس، وبتعمل انها تنقل المواد البتروليه سواء خام او المكرره الى دول العالم او للناس المستوردين، فشركه
واعده في المجال بتاعها، في المجال اللوجستي ونقل الخدمات البتروليه، فاظن ان ارباحها كمان كبيره جدا خلال الربع الاولاني او السنين اللي فاتت، فمتهيألي هيبقى طرح ناجح جدا، وهيبقى فرص استثماريه كبيره جدا للمستثمرين داخل سوق ابو ظبي، لان يعني شركه ادنوك من اكبر الشركات اللي هناك، اللي هي يعني نقدر نقول ان الواحد مستثمر لما بيخش يشتري في اسهم تابعه ليها بيبقى يعني مطمن. الريسك بتاعه قليل، وبيبقى مطمن بالضبط صحيح. زي ما حضرتك اتفضلتي قلتي، بيبقى مطمن ان استثماراته بشكل امن في صحيح. شركات ناجحه في المجال بتاعه. صحيح، بيبقى مطمن اكيد. طيب استاذ باسم، وكاله الطاقه الدوليه تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط الى مستوى قياسي هذا العام يصل لمليوني برميل يوميا، هل تتفق مع تلك التوقعات؟ وتم توقعاتك الفتره المقبله؟ طيب انا يعني طبعا يعني بعد ما الصين رفعت تقريبا القيود اللي كانت حاصله من ساعه الكورونا والازمه العالميه، فطبعا النمو العالمي للطلب على النفط بقى النفط خلال الفتره ديت بقى كبير جدا، زيد. فاظن ان النص الثاني من السنه هيبقى هنشهد طلب كبير على النفط، ممكن يعدي 16 مليون برميل مثلا في خلال اللي هو كان اعلى حاجه وصلنا لها في شهر مارس. متهيألي هيبتدي نلاقي طلب كبير على النفط، خاصه كمان مع تخفيض الاوبك للانتاج، هيبقى ده عامل مساعد جدا، ان مع الطلب الزياده وتخفيض الانتاج متهيألي هيبقى عامل مساعد جدا للنفط ان هو يبتدي يسد تاني الاسعار اكبر من الاسعار اللي هو فيها، وتقريبا دلوقتي خلاص عند مستويات الدعوم بتاعت ال 70 72 دولار للبرميل، وده سعر متدني جدا خلال الفتره اللي احنا شايفينها دلوقتي. متهيألي سعر البترول كمان هيبقى هيشهد ازدياد ملحوظ خلال الفتره اللي جايه، خاصه بعد ما زي ما قلت لحضرتك ان الصين خلاص تقريبا خلصت كل الحاجات الاول الحاجات اللي كانت منع الاستيراد، وتقريبا خلاص الوباء انتهى في الصين تماما، ودلوقتي هم رفعوا القيود عن اي يعني صادرات او اي طلبات للنفط من الدول. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذ باسم أبو غنيمة، مدير التحليل الفني بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، لمشاركته معنا اليوم. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على معظم أسعار الطاقة، فيما تراجعت معظم المعادن النفيسة والعملات الرقمية. ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 0.15% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 75 دولارا فاصل 34 للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع إعلان الولايات المتحدة عن خطة لبدء إعادة بناء الاحتياطية الاستراتيجية، رغم توقعات زيادة الإنتاج. إلى ذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في العام الحالي إلى المستوى القياسي 101 مليون و900 ألف برميل يوميا. أوضحت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء أن تعافي الصين بعد رفع القيود المرتبطة بالوباء تجاوز التوقعات، مع وصول الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميا في مارس. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.71% عند 2008 دولارات للأوقية. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بضغط من تعليقات المسؤولين في الاحتياطية الفيدرالية عن السياسة النقدية، في ظل تقييم الأسواق لمحادثات سقف الدين في الولايات المتحدة. على صعيد العملات الرقمية فقد هبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 0.92% لتغلق عند مستوى 27 ألف دولار فاصل 85. انخفضت معظم العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء بقيادة البيتكوين، حيث تترقب الأسواق نتائج مباحثات سقف الدين في الولايات المتحدة، إلى جانب تعليقات مسؤولي الاحتياطية الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية. أختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء.